لمجموعة محاضرات لتغطي موضوع الإيكو لأنه هو شيء مهم بالاستقصاءات القلبية ويبدو بناء على طلب معظم طلاب الدراسات العليا أنه هن راغبين أنه يتعمقوا شوي بالإيكو فأنا هأخذ أول محاضرة بهالشيء رغم أنه أنا طبيب انترفينشن تداخلي بس قلنا بنبدا هالشيء لن نعمق المعلومات بالايكو واهم شيء هي تقييم وظيفه البطين الايسر بالايكو وطبعا نحن عم نغطي تقييم وظيفه البطين الايسر بالترانس ثوراسيك ايكو بالايكو عبر الصدر طبعا الايكو عبر المري له محاضرات ثانيه آه الشيء الاهم شيء بتقييم وظيفه البطين الايسر هي تقييم آه حجم البطين اقطاره آه والوظيفه تبعه الوظيفه تبعه هي اهم شيء هي الايجكشن فراكشن أو الجزء المقذوف هذا آه يعني لأهم رقم كل الدكاترة بتحب تعرفه سواء كان طبيب قلبية أو طبيب داخلية عامة أو حتى الطبيب الممارس العام عنده فكرة شو يعني الإيجيكشن فراكشن وعنده ربط أنه آه تغير رقم الإيجيكشن فراكشن له علاقة بإنذار المريض فحنركز شلون انه نحدد الايجيكشن فراكشن رغم في طرق اخرى حديثه لتقييم وظيفه البطين الايسر، فهي مخطط المحاضره انه شلون نحصل على الايمج او على الصوره المناسبه لنقيم وظيفه البطين الايسر واقطار البطين الايسر الحجم للبطين الايسر الإجكشن فراكشن او الجزء المقصوف المقذوف وحندخل ببعض بعض الامور الحديثه من مثل تقييم وظيفه البطين الايسر بالايكو الثلاثي الابعاد وباستخدام السترين او الاجهاد القلبي وتقييم الجزء من وظيفه الايسر بالاعتماد على حركه الجدر المختلفه او اللي بنسميها ريجينال وول موشن وبالاخير ننهي بالاستقصاءات بتقييم بقيه الاجواف سواء وال اليمنى والأزين اليسرى والأزين اليمنى طبعا تقييم وظيفه البطين الايمن له وظيفه مهمه حنذكرها لما نغطي موضوع ارتفاع التوتر الرئوي ونحن حنركز بشكل رئيسي على وظيفه البطين الايسر الانقباضيه ان شاء الله الاسبوع القادم زميلنا الدكتور سهيل سابا يغطي تقييم وظيفة البطين الأيسر من ناحية الانبساطية معظم المعلومات اللي راح اذكرها هي المز... كورة بالجايد لاينز يلي منشوره بسواء مجله الامريكان كولج اوف كارديولوجي او المجله الجمعيه الامريكيه للايكو جورنال اوف امريكان سوسايتي اوف ايكو وهي اخر مره تحدثت بسنه 2015 وقريبا حيطلع تحديث جديد. طبعا كلكم بتعرفوا كاطباء الدراسات العليا تعلمتوا انه شلون كيف نقيس وظيفه اقطار البطين الايسر بتعلمتوها بالام مود ولا للاسف لا تزال الـ الـ الريبورتس التقارير عم تظهر عن تجينا عن اقياس قياس اقطار البطين الايسر فقط بالام مود طبعا هذا نقبل فيه اذا كانت وظيفه البطين الايسر من الاصل طبيعيه شكل وحجم البطين طبيعي واذا قدرنا ناكد انه نحن حصلنا على القياسات بشكل عمودي على محور البطين الايسر لكن هذا نادرا ما يحدث رغم ذلك من اقطار البطين الايسر تقدروا تقيسوها هون باثناء الانبساط وهي بالقطر باثناء الانقباض هي لما بنقيسها بالام مود طبعا في ناس بفضلوا قياسها فقط من التو dimensional بس لما بتاخذوها بالتو dimensional بدكم تتاكدوا انه القطر يكون متوافق مع محور المود في حالات لنحصل على صوره جيده للبطين الايسر ما بتكون متوافقه مع المحور وهيك بيعطينا قياسات مختلفه او غير حقيقيه لاخطار البطين الايسر لذلك في رينج لاقطار البطين الايسر وهذا الرينج مو ضروري تحفظوه بس تعرفوا انه بيختلف شوي ما بين الرجال والنساء طبعا اقطار البطين الايسر عند الرجال اكبر من النساء وله علاقه بحجم المريض او وزنه ففي علاقه ما بين مساحه الجسم او البادي سيرفيس اريا وقطر البطين بنهايه الانبساط فكل ما كان الشخص كبير حيكون قطر نهايه الانبساط اكبر لذلك يمكن تعلمتوا انه الحد الاعلى لقطر نهايه الانبساط 60 ملم لكن اذا شخص سمين والبادي سيرفيس اريا كبير ممكن يكون هذا طبيعي بالنسبه له ويتجاوز قطر نهايه الانبساط الرقم ال 60 فهي الصوره رجاء تجيبوها من مجلات الايكو وتحطوها باي بغرفه الايكو لتاخذوا فكره عن اقطار البطين الايسر عند الرجال وعند النساء وعلاقتها مع وزن المريض او حجم المريض والبادي سيرفيس اريا طبعا هون في كثير بيعتمد على قياس الايجيكشن فراكشن بالاعتماد على النظر، تطلع على وظيفه البطين الايسر بتلاقي انه البطين عم ينقبض عم يتقاصر تتقارب الجدر، هذا الحاله الطبيعيه فكنا بنقول والله وظيفه طبيعيه والايجيكشن فراكشن حتكون حوالي 60 ل 65%، طبعا هاي الحاله الاذر اكستريم او الطرف المقابل البطين الايسر ملاحظينه متوسع في ضعف بحركه الجدر فحيكون الايجكشن فراكشن ناقص فهي الحالتين هذول لا تخفى على اي طبيب ممارس او طبيب ذو خبره سطحيه بالايكو لكن الشيء تختلف لما بيكون وظيفه البطين الايسر بحاله متوسطه هاي حاله آه ملاحظين عم اعطيتكم ثلاث آه مناظر للبطين الايسر هي بالفورت تشامبر آه او الرباعي الحجره هي الثنائي تشامبر وهون بالشورت اكسس آه عم نشوف آه حلقه البطين الايسر فكلكم آه بتقولوا انه شو الايجكشن فراكشن هي انا بذكر آه حاله عرضوها لمجموعه من اطباء القلب مجموعه من اطباء القلب وطلبوا منهم يحددوا الايجيكشن فراكشن بالاعتماد على النظر العين تتعود انه تشوف قديش عم يتغير شكل البطين الايسر وحجم البطين الايسر وقديش عم تتقارب الجدر وقديش عم تتقاصر اقطار البطين اثناء الانقباض فهون لاحظوا الاجوبه طبعا في عدد كبير من الناس حطوا الإيجيكشن فراكشن بيتراوح ما بين 30 و50 في حال ناس لال خبرتهم ضعيفه حطوا الإيجيكشن فراكشن 20 وفي ناس كمان حطوها كثير عالي 60% بس هي الفكره اللي تعطيكم قديش انه الاي بولينج يعني تقييم الإيجيكشن فراكشن فقط بالنظر هو غير دقيق وفي اختلاف كثير ما بين شخص وشخص وطبيب وطبيب وما بين السونوغرافر اللي عم يساوي التصوير بالايكو ما بين شخص واخر لذلك اذا بتذكروا لما ناقشنا حاله حصور القلب كان الطلب ما هيك انا كنت طالبه انا بدي تحديد دقيق لوظيفه البطين الايسر وما يكون انه الرقم يلي قالوا لي 40 ل 45 هذا الشيء ما ما عاد مقبول بالوقت الحاضر نحاول نقيم اقطار ووظيفه البطين الايسر بشكل ادق واهم شيء انه ما نعتمد على الاقطار لانه الاقطار بتختلف على حسب شكل البطين الايسر فننتقل بدل ما نساوي ريبورت نعطي قطر البطين الايسر نعطي حجم البطين الايسر قد شلون حجم شو هو حجمه ونقيس الحجم بنهايه الانبساط والحجم بنهايه الانقباض والفرق بيناتهم بيعطونا الجزء المقذوف ولما بننسب الجزء المقذوف على الحجم نهايه الانبساط بيطلع الإيجيكشن فراكشن هلا شلون بدنا نقيس الحجم الحجم في طرق مختلفه بس كلها الطرق موجوده ضمن الكمبيوتر تبع جهاز الايكو بس بتتطلب منا شغل بسيط فهي اول طريقه يلي اسمها الموديفايد سمسم او طريقه سمسم المعدله يلي بتاخذ قطر شكل البطين الايسر هي الشكل بال بالشكل بالفور تشامبر فيو وبتساوي تريسنج لحواف البطين الايسر هي سوينا تريسنج لحواف البطين الايسر هون وبتقسمه بشكل ديسك او اقراص بجنب بعضها وبتحسب مساحه كل الاقراص وبجمع وبت... المساحه بنطلع على حجم البطين الايسر هون بيطلع حجم البطين الايسر بنهايه الانقباض وهون حجم البطين الايسر بنهايه الانبساط وبيطلع آآ آآ بعدين الفرق بيناتهم بيطلع ستروك فوليوم طبعا هذا اذا بدنا نحسبه بايدنا حياخذ فتره طويله لكن كل اجهزه الكمبيوتر مجهزه بهالشيء اللي اسمه الإجكشن فراكشن باي مالتي ديسك أو الـ الـ الأقراص المتعددة أو طريقة سيمسونج بس بتمنى نستخدمها وطلاب الدراسات العليا يعودوا حالهم إنه هيك نقيس أقطار وحجم البطين الأيسر ما رح أشرح لكم المعادلة اللي هي بتجمع كل هالشيء بس فقط تاخذوا الفكرة إنه مجموعة أقراص عم نقيس مساحتها ونضربها بالطول أو القطر الطولي للبطين فبيطلع معنا الحجم فهي هي الفكرة وضحت لكم إياها بصورة أكبر هي بحالة طبيعية وهي لاحظوا بحالة البطين متوسع فلاحظوا هي الحجم بنهاية الانقباض عفوا بنهاية الانبساط وهي الحجم بنهاية الانقباض فالحجمين متقاربين طلع الستروك فوليوم فقط 56 ملي لتر والإيجكشن فراكشن لما نسبنا ال 56 لل 214 بيطلع 26% بالمئة. فهي طريقة دقيقة لقياس الإيجكشن فراكشن لكن بدنا نركز شلون نساوي تريسين تركزوا انه التريسين لما بدنا نساوي انه نحدد حواف البطين الايسر بالانقباض او بالانبساط نبتعد عن الشيء اللي اسمه الترابوك... الترابيكوليشن او الحجيرات الصغيره او العضلات الحليميه، شايفين شلون حددت الخط بعيد كثير عن الترابيكوليشن والا لانه اذا حد اخذنا ترابيكوليشن حتطلع آه الحجم والاقطار آه اقل، فهي الطريقه لازم تحطوها بذهنكم. هي اهم طريقه وبتمنى كل طلاب الدراسات العليا يساووا لنا ريبورت على هالشيء لانه انا بعرف الاجهزه اللي موجوده سواء بمشفى المواساه او بالاسد الجامعي متواجده هالشي فيها بس نعود حالنا نقيس الايجكشن فراكشن بهالطريقه طبعا اذا في جهاز ايكو قديم ما متوفر فيها سمسون وهذا اكيد ما عم بحكي على الاجهزه المتوفره بجامعه دمشق لانه كلها في طريقة سيمسون في طريقة تانية اللي اسمها البوليت أو الحجم الرصاصة تأخذ شكل البطين أنه شكل رصاصة وإله قطر كبير ومن الشورت أكسس بيوم نأخذ نحن مساحة الدائرة ف فال... بال... نعرف نحن الطول بالمساحه بيعطينا الحجم لكن بما انه شكل البطين الايسر تقريبا مخروطي الشكل فبنعطي النسبه خمسة على ستة وهيك بتطلع البولت اذا ما متوفرة السمسن ممكن نعتمد على هالطريقة وهي طريقة سهلة وبتمنى كل طلاب الدراسات العليا يعتمدوا إذا ما لقوا طريقة سمسن أو المالتي ديسك موجودة عندهم على الكمبيوتر كمان بعد ما نقيس الإيجيكشن فراكشن لازم نتأكد أنه هالأرقام صحيحة والتأكيد من ذلك من يعتمد على قياس الاجيكشن فراكشن بالاعتماد على الهيموديناميك او على سرعه الجريان نحن بنعرف سرعه الجريان الى علاقه بالستروك فوليوم فبتشوفوا الجريان بمخرج البطين الايسر خصوصي اذا المريض نتأكد ما عنده قصور تاجي فبنحسب الستروك فوليوم ومن الستروك السرعه القصوى من الجهاز الكمبيوتر بيعطينا شيء اسمه تي في اي او التايم فيلوسيتي انتجرال او تكامل السرعه بالنسبه للزمن وهذا بيعطينا مسافه وبنقدر نقيس مساحه مخرج البطين الايسر بنحسب القطر هون فالمساحه بالطول بيعطينا الحجم بيطلع منا الستروك فوليوم فهي لاحظوا هي اسنا مخرج البطين الايسر كقطر اذا اعتبرناه شكله دائره بنقدر من القطر ده. نحسب مساحه مخرج البطين الايسر ومن السرعه والتايم فيلوسيتي انتجرال بنحصل على الحجم وهو وهيك بنحصل على الستروك فوليوم لكن تحطوا بذهنكم انه هي تعتبر مساحه مخرج البطين الايسر بتعتبره شكل دائره لكن هذا ما هو صحيح، بعد ما تعلمنا نستخدم المالتي سلايس تي هي شكل مخرج البطين الايسر هو بشكل بيضوي له قطر صغير وقطر كبير، فنحاول نعدل هالمساحه بالاعتماد على شكل مخرج البطين الايسر. طبعا اذا ما قدرنا نقيس التايم فيلوسيتي انتجرال بالمخرج البطين الايسر ممكن نقيس نفس الشيء بالاعتماد على الفلو من الصمام التاجي خصوصي اذا المريض ما عنده حاله قصور ابهري، فالفلو عبر الصمام التاجي بالدياستري بيعطينا نفس الشيء هالسرعه ونساوي لها تايم فيلوسيتي انتجرال وبنقدر نحسب قطر فتحه الصمام التاجي ونفس الطريقه من القطر بنحسب مساحه حلقه الصمام وبنضربها بالتايم فيلوسيتي انتجرال فبتعطينا الفلو او الستروك فوليوم دائما تعرفوا انه الكروس سكشن اريا هي عباره عن القطر نصف القطر مربع ومضروب ب بي فلما حولنا البي لنسبه طلعت اذا ناخذ القطر من ربعه بنضربه ب 0.78 في هي رينج لحجم حجم البطين الايسر مره ثانيه باكد بتمنى ننتقل من اقطار ونساوي الريبورت تبعنا للايكو بحجم البطين الايسر حجم بنهايه الانبساط حجم بنهايه الانقباض ستروك فوليوم النقطه الثانيه شلون نساوي فحص البطين الايسر هي حاله انه المريض فور تشامبر فيو بتطلعوا عليه معظم الأجه الجدر البطين الايسر عم تنقبض بشكل جيد فكلكم ممكن حتقولوا انه الايجيكشن فراكشن 50 فوق 50 او فوق ال 50% لكن اذا قلت لكم فقط خلال 10 ثواني انا فحصت البطين الايسر بطريقتي وطلعت هذا البطين الايسر هذا الايكو لاحظوا قديش في اختلاف البطين طلع متوسع طلع في منطقة ما عم تتحرك منطقة حركيتها متأخرة فهي نحط بذهننا ظاهرة الفور شورتنينج أو التقاصر نحن لأنه عم ما أخذنا قطر البطين الأيسر أو المقطع بشكل يتماشى مع القطر الأعظم للبطين الأيسر حاشرح لكم إياها هون نحن مثلا لما بناخذ مقطع بالبطين الأيسر بمنتصفه حيكون هذا الشكل عنا لكن إذا أخذناه مقطع مو بالمنتصف حيعطينا شكل مختلف يعطينا البطين قطره أقل أو أو سواء قطره الصغير أو القطر الطولاني نفس الشيء هذا مو بس بالمقطع العرضي وهي لاحظوا الفرق بيناتكم بيناتهم لما ساوينا بالمنتصف طلع البطين متوسع وفي سوء حركيه لما ساويناه بعيد عن المنتصف طلع قطر البطين اصغر والحركيه افضل نفس الشيء من سواء بالمقاطع الطولانيه لما بنساوي المقطع بالايكو بشكل متماثل مع القطر الطولي للبطين هيك بيطلع عنا الشكل سواء اخذنا الفورت شامبر او التو شامبر ولاحظوا قمه البطين الايسر بتكون دائما للاعلى بالطر سواء اخذنا التو تشامبر او الفورد تشامبر لكن اذا اخذنا المقطع مائل لاحظوا الفرق هي المقطع المائل فصار شكل البطين كروي وبالتو تشامبر ما عدنا نشوف قمه البطين الايسر او صارت قمه البطين الايسر متجهه قمه البطين الايسر متجهه للجانب مو متجهه للاعلى مثل الفورد تشامبر في نقطة إضافية إذا كان المريض عنده ضيقة نفس أو بعد عمل جراحي أو موضوع على المنفسة نتيجة حركات جدار الصدر بيتحرك القلب مع جدار الصدر وهون هذا صعب نحن نصلحها بس نحطها بذهننا إنه إذا لقينا المريض ضايق نفسه وما بيقدر يحبس نفس أو يتنفس بشكل سطحي هيصير حركة بالبطين الأيسر وتغيرنا الأقطار والحجم لذلك في عدة آآ آآ منوفرات لازم نساويها لما منقيس اقطار وحجم البطين الايسر انه نطلب المريض ما ياخذ نفس غميق ونساوي الايمجينج بأق اكبر قطر للبطين من قمه البطين الايسر، ولاحظوا لما عم اقول انا قمه البطين الايسر ما تعني هي البي ام اي اللي بنشوفها بالفحص السريري، البي ام اي لما بنحس البي ام اي بالفحص السريري هي منطقه البطين الايمن عم يدق بجدار الصدر، فلازم بدنا ننزل حوالي ضلع للاسفل عن البي ام اي ونتجه ايضا للوحشي لذلك حيكون وضع البروب صعب لذلك في حالات من مختبر الايكو انه في حيساو على طاوله الايكو مثل حفره صغيره وهي موجوده انا شفتها بسوريا بمركز الايكو بغرفه الايكو بمركز الباسل ما عندي فكره اذا موجوده بال بالمواساه او بالاسد الجامعي بس هون لتخلينا نحط الترانسديوسر أسفل بعيد عن البي ام اي ونشوف البطين الايسر باكبر قطر لذلك قبل ما نساوي قياسات نحدد شو الاقطار البطين الايسر نجمع كل اللوب تبع الفيديو الايكو ونلاحظ اي اللوب هي بتعطينا اكبر قطر للبطين الايسر وعليها نساوي القياسات، ما نتسرع باجراء القياسات، هلا معظم الايكو عم تساوي تخزين لللوب، فمنراجعهم كلهم وبعدين على وحده منهم يلي بنعتبرها هي الامثل بنساوي القياسات. لاحظوا هي حاله اذا بدي اقول لكم هي حطينا كل الفيوز سواء هاي 3 تشامبرز او 4 تشامبرز او التو تشامبرز، ما ما في شيء ملاحظ هون، ما حدا بيقدر يقول لي قديش الايجكشن فراكشن هون في بعض الحالات اذا بنضطر ل اذا بدنا نقيم وظيفه البطين الايسر بعض الحالات اذا كانت الامور غير واضحه نستخدم شيء اللي اسمه الكونتراست او الكونتراست ايكو هي عباره عن ماده بروتينيه بتحمل بعض ال الفقاعات الغازية بنحقنها وبتظللنا جدر البطين الأيسر لاحظوا هون ظللت جدر البطين الأيسر وطلعت هنا جوف البطين الأيسر بشكل واضح من دون أي مشاكل وقدرنا ندرج جوف البطين الأيسر ونقيس الأحجام ونقيس الإيجيكشن فراكشن اللي حركز على منظر واحد من هون لاحظوا هون صحيح لوظيفة البطين الأيسر كلها جيدة كجدر فقط آه بس خليني فقط ملاحظين القمة إنه القمة ما عم تتحرك وفي منطقة عم تجمع المادة الظليلة فيها إذا ملاحظينها بالقمة هذا المريض عنده احتشاء ابيكل احتشاء بالقمة صعب نكشفه لكن بالاستخدام الإيكو مع الكونتراست درنا نكشفه أه ولاحظوا لما بنستخدم الكونتراست بيظهر شكل البطين الايسر متوسع اكثر والحجم أه اكثر وهذا بياكد إن النقطه اللي ذكرت لكم اياها انه لاحظوا هي هي ايكو كثير حلو أه اذا بدنا نقيس اقطار البطين الايسر او حجمه حيطلع صغير شوي مقارنه بالكونتراست لذلك اذا بدنا نساوي استقصاء ادق أو عم نساوي حالات ريسيرش أو المريض عنده قدرة مادية إذا بدنا نقيس وظيفة البطين الأيسر باستخدام الكونتراست حتكون النتيجة أدق. هاي دراسة بمايو كلينيك قارنت استخدام الكونتراست مع الحجم البطين الأيسر باستخدام المالتي سلايس سي تي، بالايكو العادي ملاحظين في فرق لكن لما استخدمنا الايكو كونتراست طلعت الأرقام متقاربة متقاربه مع حجم البطين الايسر باستخدام المالتي سلايس سي تي. ورغم ذلك بتدل الارقام يلي بنحصل عليها بالايكو كونتراست اقل قليلا من الارقام يلي بنحصل عليها سواء بالمالتي سلايس سي تي او بال بالمرنان فلاحظوا هي حاله رغم التوافق الحجم البطين الايسر بالايكو بنهايه الانقباض طلع عفوا بنهايه الانبساط 250 مقابل ذلك هون طلع حوالي 280 فدائما بال بالمانتيستلايس سي تي او بال مرنان بتكون الارقام اكبر لذلك اذا نحن ما متاكدين من اقطار البطين الايسر خصوصا اذا في منطقتين من جدر البطين الايسر ما هن واضحين يفضل استخدام الكونتراست ايكو ننتقل لل 3 دي ايكو 3 دي ايكو طبعا كمان متوفر انا سمعت انه متوفر كمان بسوريا بيجمع مجموعه من اربع ضربات ومنحاول نجمعهم هالاربع ضربات ونساوي لهم توافق على المحور فمنجيب هالاربع ضربات من التوافق على المحور سواء بال تو تشامبر لونج اكسس فور تشامبر لونج اكسس وشورت اكسس وبعد ما ذلك الكمبيوتر بيعطينا الجمع هالضربات وبيقيس حجم البطين الايسر بشكل ادق ما عم ياخذ شكل افتراضي للبطين الايسر وبهالنتيجه بيعطينا الايجكشن فراكشن وحجم البطين الايسر فهاي ارقام ادق ولاحظوا هون في توافق كبير ما بين الارقام اللي بنحصلها بال3 دي ايكو وبالارقام اللي بنحصلها بالمرنان طبعا في بعض الحالات في اختلاف ما بين المرنان والايكو هي بتعتمد لانه الكمبيوتر شلون قدر يقيس حجم البطين الايسر في بعض الحالات هدول حطيت لكم اياها بشكل دوائر بس لكن معظم الحالات في توافق واضح ما بين حجم البطين الايسر بال3 دي ايكو والبرنامج طبعا انا شرحت لكم الفكره القديمه باستخدام اربع ضربات مع بعض لكن تقدمت الامور وهلا الكمبيوتر تبع 3 دي ايكو بيعتمد على ضربه واحده سنجل بيت بيقيس حجم البطين بكل الفيوات سواء التو تشامبر او الفور تشامبر او الثري تشامبر ومنه بيحصل على حجم البطين بنهايه الانقباض ونهايه الانبساط وبيعطينا توافق واضح وتوافق واضح بارقام الايجيكشن فراكشن وحتى بيعطينا اختلاف الايجيكشن فراكشن بين ضربه وضربه خصوصي هي مهمه بمتابعه حالات الأرزم لاحظوا هذا المريض مثلا عنده اما تسرع بطيني او رجفان اذيني اختلاف حجم والايجيكشن فراكشن بين ضربه وضربه في ظاهره كمان موجوده باجهزه الايكو اسمها الاوتوميتد ال في فوليوم ايجكشن فراكشن نخلي الكمبيوتر هو لحاله يحاول يكشف حواف البطين الايسر اثناء الانقباض واثناء الانبساط فهي حاله خلينا نفرجيكم شلون استخدمنا الاوتوميتد هي حاله ملاحظين هاي الايجكشن فراكشن هو الـ الوظيفه البطين الايسر هي بالباراستيرنال لونج اكسس وهي بالفور تشامبر هي سواها الكمبيوتر لحاله ونحن حاولنا نساويها بطريقتنا يلي علمتكم اياها بانه نساوي تريسنج لحواف البطين الايسر بالانبساط وهي بالانقباض آه لا آه لاحظوا هون نحن طلع معنا الايجكشن فراكشن 66% وهي الاحجام لكن بالكمبيوتر لانه عنده اوتوميتد ديتكشن طلع في اختلاف 59% من 66 لل 59 هو اختلاف بسيط بس احيانا بيكون الاختلاف اكبر وهون بتركز لكم انه في لا تزال صعوبه بالاوتوميتد ال في فوليوم لذلك ده لازم لكل حاله نساوية ناكدها بالقياسات، اذا طلعت القياسات متوافقه كتير منيح، اما اذا ما طلعت متوافقه يكون عندنا توضيح بالريبورت انه نحن هاي اوتوميتد لكن لما قسناها طلع الايجيكشن فراكشن في آآ آآ اختلاف. وهي الحالات الاوتوميتد بتعتمد على الاجهزه الحديثه يلي بتتطلب جود ايميجينج كواليتي وما لها علاقه باستخدام الكونتراست آه هذا المخطط لحجم حجم البطين الايسر بال 3 دي ايكو آه وطبعا هي بتقدروا تجيبوها وتحطوها بغرفه الايكو لتعرفوا النورمال والاب نورمال لما بيكون المريض عنده dilated cardiomyopathy والبطين متوسع فلاحظوا شكل البطين بيتغير بيصير بشكل كروي فنحن شلون بدنا نقيس الأقطار والأحجام فإذا قسنا عند قريبين من حلقة الصمام التاجي حيطلع الأقطار صغيره لاحظوا هون اذا قد عند الصمام التاجي فانا بفضل بهيك حالات نقيس قطر البطين بمنتصف البطين الايسر أه لاحظوا هي حاله توسع كارديومايوباثي شو الاجكشن فراكشن انه غالبا حيكون منخفض بس يا ترى هو 30 25 20 او تحت ال 20 فلاحظوا لما بنقيس هون القطر حيطلع صغير بينما بنقيس القطر بمنتصف البطين الايسر حيطلع آه واضح الايجكشن آه فراكشن آه نازل طبعا في حالات آه آه اكيد أنتو شفتوها بالريبورت بنشوفها بتجينا من ريبورت من سوريا باستخدام شيء اسمه الفراكشنال شورتنينج او التقاصر الجزئي انه بنشوف قديش عم يتقاصر قطر البطين وهذا له علاقه بالإجيكشن فراكشن اذا الطبيعي بده يكون فوق ال 25 فالرقم اذا ضربناها ب 1.8 او اسهلكم تضربوها باثنين بيطلع تقريبا الإجيكشن فراكشن لكن هذا ما هو دقيق نعتمد على الفراكشنال شورتنينج الافضل نعتمد على شيء اسمه الفراكشنال اريا شورتنينج من ايست مساحة البطين الأيسر بالشورت أكسس ومنشوفها قديش بتتقاصر الأريا المساحة وهون بتطلع في تقارب كتير فلاحظوا حسبناها بالفراكشن أريا شورتنين 45 والإجيشن فراكشن 50 في تقارب واضح بينما هون في فرق كتير بالأرقام وهي مثل ما حكينا الأقطار بتختلف ما بين الرجال والنساء وبأي منظر عم نقيس اقطار البطين الايسر واحجامه سواء بالفورت تشامبر او بالتو تشامبر بدي ضل ركز على طرق اضافيه لقياس الإجيكشن فراكشن لانه ضروري جدا ما انه نجن بقى نعطي ريبورت ايجيكشن فراكشن بالاعتماد على المنظر بالعيون او بالاعتماد على الام مود مثل ما حكينا هدول طرق ضعاف كتير وما ما بتقيم هالشيء في شيء اللي اسمه المالتيبل Diameter ميثود هي ملاحظين هي شكل البطين الايسر له قطر كبير وقطر صغير فنحن بنقدر نحسب الاندياستريك فوليوم بطريقه مشابهه لحجم المخروط بناخذ القطر الكبير والقطر الصغير نضربهم ببعضهم ونضربهم بالنسبه 3.42 بيطلع الاندياستريك فوليوم ومن بعد ذلك بنقدر نحسب نحن الايجكشن فراكشن اذا اخذنا قطر اضافي للبطين الايسر هي اعطيتكم القطر الكبير وهي اخذنا قطر اضافي للبطين الايسر سواء بالتو تشامبر او بالفور تشامبر او حتى باللونج أكسر هي قطر اضافي فتغير القطر ما بين الانقباض والانبساط اذا ربعناه ونسبناه لبعضه بيعطينا الإيجيكشن فراكشن بالاضافه انه لازم نحط ثابت معين بالاعتماد على حركة القمة إذا كانت القمة متحركة بشكل جيد منضيف رقم بسيط 0.7 إذا كانت القمة ضعيفة نضيف 0.3 إذا كانت القمة غير متحركة كاينيتك منضيف الرقم صفر فهي طريقة إضافية رجاء نستخدمها إذا ما كانت متوفرة طريقة سيمسون على الكمبيوتر, على الكمبيوتر جهاز الإيكو إذا حرك تحدثنا عن الفوليوم تبع البطين الايسر بدنا نتحدث عن ايضا عن السماكه او الهايبرتروفي او الثخانة او الضخامه بجدار البطين الايسر كلكم كل لازم تعرفوا انه وجود الثخانه او الهايبرتروفي هي بتاثر على انذار المريض بالمستقبل، سواء كان عنده المريض ارتفاع توتر شرياني او افه صماميه او اعتلال عضله قلبيه، وجود السماكه والثخانه بتاثر على انذار المريض، لذلك لازم نحدد هل موجود الهايبرتروفي ولا ما موجود، وما نعتمد فقط على فقط سماكه جدار البطين الايسر، هي لاحظوا بطين ايسر جدار سميك وبالام وبتطلع زياده السماكه، بس يا ترى بدنا نحدد هالسماكه هي كونسنتريك ولا ما هي كونسنتريك بتعرفوا اذا مريض عنده تضيق ابهر وارتفاع توتر شرياني بتكون السماكه مركزيه وانزاره أسوأ بينما مريض عنده قصور صمام ابهري او قصور صمام تاجي تزداد السماكه لكن بتكون التوسع بجدار بالجوف البطين الايسر فبيكون الانذار افضل لذلك ما نعتمد فقط على السماكه وبتمنى نتجنب فقط انه الريبورت انه سخانه جدار البطين الايسر كذا وكذا بنحاول نقيس شيء اللي اسمه الكتله البطين الايسر او الال في ماس لانه بتختلف لاحظوا هون اقطار البطين الايسر مع سباكة الجدار عم تختلف والماس او كتله البطين الايسر عم تختلف وفي حالات لاحظوا هون بطين ايسر متوسع والسماكه زايده قليل لكن الال في ماس زايده جدا جدا فبدنا نعتمد نقيس على شيء يلي اسمه كتله البطين الايسر وهي تعتمد انه نقيس حجم القلب كاملا وبعدين نطرح منه حجم جوف القلب ونضربه بثابت معين بيعطينا كتله البطين الايسر، طبعا هذا مو مطلوب منكم تحفظوه ابدا لكن الكمبيوتر اذا اعطيته قديش قطر البطين الايسر لاحظين هون وقطر البطين الايسر الخارجي فبيقدر يحسب متوسط السماكه بنعطيه قطر البطين الايسر طوليا ليحسب الحجم وبالطريقه بيعطينا ال في ماس او مساحه البطين الايسر وهي متوفره بكل اجهزه الايكو اللي بتستخدم التو 2 ت... دي ايكو او الايكو ثنائي الابعاد متوفر بمراكزنا لكن في حالات التقييم ماس بال3 دي ايكو هي لا تزال بمرحله بمرحله التطور هتقولوا هي شغله صعبه طيب اذا هاي شغله صعبه منركز على المود يعني متوفر عنا، من الام مود من إيس قطر البطين الايسر وبالانقباض وبالانبساط وسخانه البطين الايسر عند الحجاب بين البطينين وعند الجدار الخلفي وبالاعتماد على السخانه بنضربهم لانه بالتكعيب وبعدين بنضربهم بثابت معين بنحصل على كتله البطين الايسر، كلكم تتذكروا من ايام الثانوي انه لما نحول الحجم لكتلة نضرب بالثقل النوعي الحجم بالثقل النوعي طبعا هي حال دراسة أجريت من أكثر من 45 سنة عند مرضى كان عندهم اعتلال عضلة قلبية آسوا آسو حجم البطين الأيسر وسماكته وكل هالمرضى توفوا بعد ذلك وساووا لهم واخذوا القلب وزانوا وطلعوا بهالمعادله واخذوا منا الثوابت فما في فقط انه المطلب منكم انه تقيسوا قطر البطين الايسر، سماكه الحجاب بين البطينين، سماكه الحجاب الجدار الخلفي وتجمعوهم مع بعضهم وتكعبوهم وتضربوهم بهالثابت بتطلع معنا ال في ماس ونحط بذهننا العلاقه ما بين الالفي ماس او قطرة البطين الايسر وال قطر البطين... قطر البطين الايسر ففي عنا حاله يلي اسمها انه في زياده بكتله البطين الايسر وفي عدم توسع او صغر حجم البطين الايسر يلي هون بيصير كونسنتريك هايبرتروفي كونسنتريك هايبرتروفي هي أكتر أسوأ انذار لكن اذا حجم البطين الايسر متوسع فرغم في زياده بالسماكه فهي اسمها اكسنتريك هايبرتروفي وهي انزاره احسن في حاله انه فقط في عنا حجم البطين الايسر ناقص شوي لكن ما في زياده بالال في ماس فهي هالنسبه تبعهم هي اسمها كونسنتريك ريموديلنج بدايه تغير الشكل نحو الكونسنتريك وهي بتصير بالحالات المبكرة من ارتفاع التوتر الشرياني يلي غير معالج ما بنقدر نحدد شو انزارة بس تحطوا بذهنكم هالأربع نقاط إنه كل ما كان في عندنا كونسنتريك هايبتروفي زيادة بكتلة البطين الأيسر وبالنسبة تبعها للبادي سيرفيس اريا هي انزارة أسوأ وهي كمان مخطط تقدروا تجيبوه وبتمنى تحطوه بغرفة الإيكو فإذا هي قيمنا وظيفة البطين الأيسر وأخذتكم برحلة طويلة قد تكون صعبة شوي بس هاي ضرورية لأن نتفق على بروتوكول معين لتقييم وظيفة البطين الأيسر القباضية نعتمد خطوة بخطوة نأخذ أفضل إيمج نراجع كل الإيمج لوبس ونعود عيوننا وبعدين نساوي القياسات بالطريقه على افضل قطر للبطين الايسر نحسب الاحجام نحسب قطر البطين نحسب الايجيكشن فراكشن على الاقل بطريقتين سواء بسمسم او بال عن طريق الفلو عبر مخرج البطين الايسر في حالات نضطر نستخدم فيها الكونترست وال 3 دي ايكو اذا متوفر نحطه بذهننا ونستخدمه. انتقل من فكره ثانيه الى فكره الـ من الايجيكشن فراكشن الى فكره السترين او الاجهاد. طبعا هذا الشيء كان صعب جدا الاجهاد نحن اخذناه بالفيزياء وقت كنا بالاعدادي انه تغير شكل اي جسم نتيجة تعرضه لحركة أو قوة معينة فنحن القلب عم يساوي انقباض وانبساط فتغير الشكل أو الديفورميشن هو يلي هو بيسموه السترين وشلون بدنا نشوف تغير الشكل كنا نقيسه عن طريق شغلة اسمها التشو دوبلر نحن نستخدم التشو دوبلر لحركة الصمامات وحتشوفوها بالمحاضرة القادمة بتقييم حركة الصمام التاجي ووظيفة الانبساطية لكن ممكن نستخدمها للتشي دوبلر على حركة العضلة القلبية بس هي آه كانت صعبة الدراسة لحد تحولنا خلال العشرين سنة الماضية كنا للديجيتال وصارت الثورة الرقمية فصارت في شيء اسمه سبيكل تراكينج أو التتبع النقطي إنه الكمبيوتر بيلاقي نقط بال بالايكو على جدار البطين الايسر وبيتتبع حركتها سواء بالانقباض او الانبساط فهون اذا اخذ نقطتين اذا لاحظنا هالنقطه هي وهالنقطه هي في لهم مسافه بيناتهم أو نسميها المسافه زيرو اثناء الانقباض حيتحركوا وبتضل المسافه حتختلف لانه انقبض، فبتصير المسافه الثانيه تغير مكانهم بس الكمبيوتر قادر يتابعهم وتغير الطول بيناتهم، فالفرق بين الطولين وننسبه للطول الاساسي فهو بيعطي السترين، اذا السترين هو الفرق بين الطولين للطول الاساسي، وبما انه عم نعطي نسبه للسترين ماله اي وحده لكن اذا إسنا تغير السترين مع الزمن فهذا بيعطينا السترين ريت والوحده تبعه هو مقلوب الثانيه واحد على الثانيه لكن السترين ما له اي وحده وهذا طريقه كتير حلوه ملاحظين انه الكمبيوتر عم يتابعها ما له علاقه بالفيكتر وين ما حطينا البروب بيقدر بيقدر يكتشفها اذا بتتذكروا بمحاضره الايكو للدكتور ابراهيم فهدي قال اذا بدنا نستخدم الدوبلر او التشي دوبلر بدنا نكون موازيين للحركه اما هون ما في ضروره الكمبيوتر عم يساوي النقط ويتبع النقط ويقيس فرق الطول ويعطينا السترين فالسترين له عده اتجاهات في عندنا التغير الطولي وهذا اسمه اللونجيتيدينال سترين وفي عنا التغير بالشكل القطري لما القلب بينقبض فتتقاصر الدائرة لكن لاحظوا بالانقباض عم يصير تسمك تسمك بجدران البطين الأيسر فإذا السترين حيكون بالراديال سترين حيكون إيجابي وهي الكيرف تبعه إيجابي بينما بالسيركمفرنشال سترين عم نقيس قديش عم يصير تغير على محيط العضله القلبيه فحيكون تغير سلبي الراديال سترين والسيركمفرنشال سترين بتمنى هلا تنسوهم لانه لا يزالوا بمع... بمرحله الريسيرش بس لازم نتعلم شيء اسمه اللونجيتيدال سترين وانا قالوا لي انه زميلنا الدكتور يزن زار مركز المواساه وفي قال جهاز ايكو بالمواساه موجود عليه سترين لذلك لازم كلنا نتعلمه سترين هو التغير الطولي اثناء الانقباض فاثناء الانقباض حيتقاصر جدر البطين الايسر حيكون التغير سلبي فلاحظوا كل الجدر تتغير نحو السلبيه لذلك السترين حيكون رقم دائما سلبي وكل ما زادت السلبيه هو كان بتدل على تقاصر اكثر وظيفه انقباضيه احسن يعني اذا كان ماينس 21 احسن من الماينس 18 وهكذا فلاحظوا هي حاله السبيكل تراكينج تابعنا وظيفه البطين الايسر باثناء الانقباض واثناء الانبساط وحسب عم نحسب التقاصر فعندنا ثلاث طرق لنقيسها اما من عيسى بشكل المنحنيات كل الأج... عم تنحني ملاحظي كل المنحنيات عم تروح نيجاتيف وبعد ما نهايه الـ الـ الانقباض بترجع للطول الطبيعي فبترجع لهالطول اما اذا بدنا نساويها نحطها يعني على محور الام مود فبيكون دائما التقاصر مركزي فبيعطينا شكل الكاربت الريد كاربت او السجاده الحمراء يلي بتنفرش للاشخاص المهمين اثناء زياراتهم واستقبالهم فلما زي نشوف هالريد كاربت معناته وظيفه البطين الايسر ممتازه لاحظوا هاي الرقم هون في عندنا الريد كاربت وهون في طريقه انه ناخذ الريبورت بشيء اسمه البول اي او عين السور يلي بشكل دائره بيعطينا قديش كان التقاصر بكل جزء من العضله القلبيه بيعطينا الرقم لاحظين هون ناقص 25 ناقص 19 ناقص 24 لكن الريبورت اللي حنعطيه هو يلي هو اسمه الافريج بيك جي ال اس كلكم بتقولوا بدنا جي ال اس بس هو الريبورت عم يعطينا الافريج بيك جي ال اس او الوسطي للذروه التقاصر وال ملاحظين هذا المريض طبيعي لانه الرقم طلع ماينس 21 اي رقم فوق ال 17 بالماينس حيكون طبيعي لاحظوا هالفرق بين هاي الحاله وهي حاله مريض دايليتد كارديومايوباثي ملاحظين قديش اولا الريد كارب اختفت، في عنا مناطق عم تتحرك مناطق ما عم تتحرك لاحظوا الكيرف متبعدين عن بعضهم كل منطقة عم تتحرك بشكل معين هذا عم تتحرك قريب من الطبيعي هي قليل الحركه هي بالعكس ما عم تتقاصر عم تتطاول مثل كانه في آه انيوريزم ولاحظوا البيك افريج جي ال اس ماينس فهذا بتدل انه في سوء وظيفه بطين ايسر شديده وشديده جدا، هلا شو بدنا نساوي نحفظ الرقم الطبيعي للجي ال اس؟ مجموعه دراسات وهي الميتا اناليسز ملاحظين كل الارقام بتقول كل شيء فوق ال 16 انه في عندنا انذار جيد. فنحفظ الرقم 16 و... ونعرف شو المشين يلي فيه ل... لانه هذا المشين اوتوماتيد عم تحسبها ما هي شغله سبجكتيف ما انا احسبها فقط نحن نعرف المشين شلون عم تحسبها بتختلف من جهاز لاخر اعلى الجهاز تومتك هو بيعطي ارقام اعلى فوق 22 الجنرال الكتريك بيعطي ارقام متوسطه 19 لل 22 بالطبيعه التوشيبا بتعطيها بين بين 18 وال21 بعدها بيجي الفليبس تعطيها بين 18 لل21 واخر شيء السيمنز بيعطي الطبيعي من 16.9 لل18 فنعرف شو الطبيعي للجهاز لكن كلنا نعرف انه كل شيء الرقم فوق ال17 حيكون طبيعي بين ال16 وال17 حيكون لو نورمال او على حدود وكل شيء تحت ال16 هو غير طبيعي النقطة اللي حطيناها الاختلاف ما بين الفيندر يعني الشركة الصانعة للجهاز كمان الاختلاف بالاعتماد على ضغط المريض كل ما علي الضغط حيخف التقاصر وحيخف السترين فنحط دائما ضغط المريض لما قسنا السترين كل ما علي ضغط المريض حيكون السترين أقل فهذا حيفيدنا بكشف سوء وظيفه البطين الايسر بمرحله مبكره قبل ما يكون تاذى الإيجكشن فراكشن وبيعطينا فكره عن الوظيفه الكامله للبطين الايسر وبيحدد الإنزار. الانذار حنعطيكم بعض حالات الانذار والحالات ببعض اعتلالات العضله القلبيه، لاحظوا هذا المريض عنده ارتفاع توتر شرياني شديد وعنده آه آه قصور قلبي آه قصور آه كلوي مزمن فعنده ارتفاع توتر شرياني المريض على لكن ملاحظين سماكة جدار البطين الايسر الايجكشن فراكشن ممتاز آه 75% لكن خلينا نطبق السترين هاي السترين ملاحظين انه في الكيرفات مو متناسقه في مناطق متاخر في التقاصر وملاحظوا اذا بنحط البول آيس كل شيء احمر معناته ارقام طبيعيه لكن هذا الرقم الزهري في انخفاض واضح بحالات بالسترين باجزاء من العضله القلبيه ملاحظين هون ناقص تسعه وناقص سته اذا اخذنا الافرش حتى الافرش حيكون ناقص طلع 14 وهذا اقل من الطبيعي، فكلكم اذا شفتوا هي وظيفه البطين الايسر عند هذا المريض حتقولوا فراكشن وظيفه بطين ايسر طبيعيه بس قدرنا نكشف شو عنده اعتلال ونحاول نوجهه للعلاج افضل هل هو بده نزيد جلسات التحال او بدنا نساوي كنترول البلد بريشر عنده او نحوله لازدراع الكليه النقطة ذكرتها أنا بمحاضرة الكارديو أونكولوجي إنه كشف سوء وظيفة البطين الأيسر باستخدام الأدوية المضادة للسرطانات هي ذكرناها والجي الاس بيكشفها بشكل مبكر وكل أي تراجع بالجي ال أو تراجع بسيط حوالي 10 ل 15% من الرقم بدل على بدء أزية البطين الأيسر قبل ما يتراجع الايجكشن فراكشن وهيك بنقدر نكشف بدء أزية البطين الايسر ونعطي المريض العلاجات الواقيه لقصور القلب بشكل مبكر ومتى ما ساوينا هالشيء بنكون حمينا المريض من اختلاطات العلاج الكيميائي مركز انه الايجكشن فراكشن كمان ذكرناها بمحاضره الهف بيف محاضره الهف بيف انه لو كان الايجيكشن فراكشن جيد وفوق ال 50 لكن في بتزيد حالات الحوادث القلبيه بالهيف بيث ف بالاعتماد على شيء بدنا نركز على السترين ليكشفنا المرضى يلي هل انذارهم احسن ولا مالهم احسن فلاحظوا هي حاله لمرضى سواء الهيف بيف او ريف لاحظوا هون الاجيشن فراكشن عند هالدراسه بالمرضى عم يتراوح ما بين منخفض جدا بال15% معظم المرضى بشكل متوسط الاجيشن فراكشن بين ال35 وال45 او ال50% في حالات الاجيشن فراكشن ممتاز فوق ال65 و 70 العلاقه مع الاجيشن فراكشن علاقه سطحيه وما بتحدد الانذار لكن لاحظوا باستخدام الجي ال اس متى ما انخفض الجي ال اس تحت ال 16 فبتزيد حوادث الوفيات والحوادث القلبيه ودخول المريض للمستشفى، فهذا الجي ال اس عم يحدد لنا انذار المريض بالنسبه لحاله قصور القلب، سواء الهيف بيف او الهيف ريف، وهي عم تحدد كل انذار بالمورتاليتي، لاحظوا هون ما عم نقول بس مورتاليتي عم نحدد الوفيات بعد خمس آه سنوات هاي دراسة ثانية عن مرضى اعتلال العضلة القلبية ف عم نحدد الانذار بالاعتماد على الايجكشن فراكشن والاعتماد على الجي ال اس لاحظوا اسوا انذار للمريض لما بيكون الايجكشن فراكشن تحت ال40% والجي ال اس تحت 13% لاحظوا اذا كان المريض الايجكشن فراكشن فوق ال 40% والجي ال اس فوق 13% الانذار احسن شيء لكن هل لا لاحظوا هال الخط الاحمر والخط المتقطع اذا كان الايجكشن فراكشن فوق ال 40% كلكم حتكونوا الانذار تبعه جيد بس اذا كان مع الجي ال اس جي ال اس ناقصه لو الايجكشن فراكشن جيد حيكون نسبه حدوث الحوادث القلبيه الوعائيه والوفيات اعلى مقارنه مع هالمجموعه، فاذا الجي ال اس بيعطينا علامه انذار اضافي للمرضى. كمان نحددها بالنسبه لمرضى تضيق الابهر كلكم بتقولوا والله تضيق الابهر اذا كان لا عرضي ووظيفة البطين الايسر واقطاره ما متوسعه بنقدر نضل نراقب المريض لكن هون بالاعتماد على الجي اس فقط كانت الوظيفه كلها طبيعيه فقط تراجع بالجي ال اس هي الطبيعي هي بنسبه حدوث الوفيات لاحظوا اذا كانت الجي اس فقط منخفضه بشكل صغير تحت 18، نحن اعتبرنا ال 17 قد يكون طبيعي، إذا كانت الجي ال اس فقط تحت 18 حيزي يسوء إنذار المريض ويحتاج للإنترفنشن، فنحطها بذهننا هي طريقة جديدة لكشف سوء وظيفة البطين الأيسر عند المرضى اللاعرضيين عرضيين يلي عندهم تضيق صمام أبهري. وهي نقطة ثانية بتأكد هدول فرجيتكم المرضى اللاعرضيين عرضيين يلي عندهم تضيق شديد لكن هون تضيق صمام أبهري متوسط لاحظوا الفالف إيريا بين الواحد والواحد ونص إذا كان التضيق متوسط والإيجيكشن فراكشن جيد والجي ال اس طبيعية فالسرفايفل كتير منيح لكن لاحظوا إذا كان الإيجيكشن فراكشن جيد والجي ال اس تحت ال 16 الانذار حيسوء وهي خطوة ثانية بالمستقبل لازم نستفيد منها أنه المرضى اللي عندهم تضيق صمام أبهري متوسط الشدة لاحظوا مساحة الصمام بين واحد وواحد ونص لكن عندهم انخفاض بالجي ال اس يبدو هدول لازم اما نحولهم للجراحة لتبديل الصمام او نساوي لهم عمليه تبديل الصمام الابهري عن طريق القسطره، هي انا جمعت لكم الانذار بوجود الايجكشن فراكشن والجي ال اس اذا نسينا الايجكشن فراكشن فقط اعتمدنا على الجي ال اس بضل الانذار سيء اذا كان الجي ال اس نازل وهي الكيرف علاقه الجي ال اس لاحظوا من لما الجي ال اس بينزل تحت 18 بتبدا يسوء الانذار ويزيد خطر الحوادث القلبيه الوعائيه وخطر الوفيات عند المرضى تضيق الابهر وهذا بيعطينا اشاره انه لازم نتدخل بس لا عم ننتظر الدراسات لتاكد هالشيء طيب نفس الشيء بالنسبه للقصور الصمام التاجي ذكرت بمحاضرة قصور الصمام التاجي اللي أعطاها زميلنا الدكتور سهيل أنه ما ننتظر توسع البطين الأيسر وما ننتظر تراجع بوظيفة البطين الأيسر لازم قطر البطين الأيسر ما بأثناء الانقباض ما ينزل تحت ما يزيد عن 35 وبأثناء الانبساط ما يزيد عن الستين والإجيكشن فراكشن ما ينزل عن الستين لكن لاحظوا علاقه الجي ال اس لاحظوا تراجع تراجع بالجي ال اس بشكل خفيف تحت ال 21 لاحظوا لانه في في فوليوم اوفرلود الجي ال اس حيكون عالي فانخفاضه تحت ال 21 حيعطينا انه المريض ساء انذاره ويبدو بدنا نسوي له شيء، فاذا بقصور الصمام التاجي ما نعتمد فقط على اخطار البطين الايسر وعلى الايجكشن فراكشن، لازم نتاكد انه الجي اس دائما فوق ال 21 وهذا حتى لو بدلنا الصمام، لاحظوا المرضى اذا كان الجي ال اس قريب من الطبيعي 18 بعد تبديل الصمام بسبب انه ما عاد في الدم عم يتحرك من جوف عالي الضغط لمنخفض الضغط من ما عم يتحرك من البطين الايسر للاذين اليسرى حينخفض الايجيشن فراكشن شوي لكن بعد فتره حيتحسن ويرجع للطبيعي، لكن اذا كان الجي ال اس منخفض ستارت ويز لما بنبدا تحت 18 حيسوء وظيفه البطين الايسر تتحسن شوي لكن تحسن قليلا لكن لا ما راح تعود للطبيعي وهي فرصه ثانيه لاستخدام الجي ال انه للتداخل على الصمام التاجي سواء بتبديل الصمام او حاليا باجراء انه وضع كليب على الصمام لمنع صور وظيفه الصمام التاجي وهي بالنسبه لحدوث الوفيات كل ما كان الجي ال اس اكثر من ال18 فالانذار احسن اما اذا نزل جي ال اس حتزداد الحوادث الـ 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 الوفيات القلبيه وكل الاسباب الـ الـ الوفيات وهي علاقتها مع حجم البطين الايسر فنركز انه السترين عم يفيدنا بتقييم وظيفه البطين الايسر تقييم جدار البطين الايسر تقييم بعض الاجزاء اللي علاقه بنقص الترويه وبعض حالات اعتلال العضل القلبيه حفرجيكم حالات سترين حتى تتعلموا اكثر شوي منا ولاحظوا انه مهما كان ايجكشن فراكشن لو كان ايجكشن فراكشن طبيعي في حالات بيكون الجي ال اس نازل تحت ال 16 في حالات سوء وظيفه البطين الايسر والاجكشن فراكشن نازل لكن ممكن يكون الجي ال اس خفيف او مايلدلي ريديوس وفي حالات بالوسط ففي عنا رينج فلاحظوا هون هي المريض هي بالايكو اذا بتلاحظوا بالايكو سواء بهالفيو او بهالفيو انه في نقص حركيه بجدر البطين الايسر سواء الجدار الخلفي او الجدار الجدار السفلي او الجدار الجانبي اذا بنركز هلا على الجي اس لاحظوا البيك جي ال اس ناقصه لكن اذا بنطلع على البول اي الطبيعي بالجدار الامامي لكن الجدار الخلفي والجانبي كتير متراجعين فهذا بدل انه في عنده المريض اكيد اصابه بالشريان الاكليلي الايمن وهذا الشريان حيكون دومينانت او اصابه بالشريان المنعكس بس حيكون دومينانت لانه مأثر على الجدر الخلفي والجانبي وبعض الجهاز السفلي طيب هاي حاله ثانيه المريض عنده آآ ejection فراكشن ملاحظين طبيعية لكن هالمنطقة حركتها قليلة بالقمة إذا ساوينا السترين ملاحظين معظم الجدر طبيعية لكن فقط القمة حركيتها ضعيفة وضعيفة جدا ما في لون أحمر وهذا ورغم ذلك الجي ال اس الافريج نازل لل 12 ونص فهي استخدام الجي ال اس لكشف وظيفه الشرايين الاكليليه هي حالة ثانية بالنسبة للجدار الخلفي او السفلي نفس الشيء في عندنا تراجع بالجي ال اس بس لاحظوا الجدار الخلفي والسفلي شلون في تراجع جدا جدا بالجي ال اس الرقم نازل لستة وثلاثة في هون هي حالة ثانية بدي احط لكم اياها المريض هذا الاي سي جي تبعه في عنده بور ار ويف بروجريشن عدم تطور بالار ويف هي الايكو ملاحظين فيه وظيفه بطين ايسر معقوله سوينا الجي ال اس وهي بالنسبه لل تشوفوها في طلع عنا الجي ال اس قريبة من الطبيعي 17.6 لكن إذا طلعنا على البول آي كل الجدر جيدة لكن القمة في نقص بسيط فيها بالجي ال اس في رقم 12 ورقم 8 فهذا بدل في انه في مشكله بالقمه شلون بدنا ناكد هالتشخيص فساوينا للمريض كونتراست ايكو وساوين اعطيناها هالشيء ملاحظ ظاهره القمه انه هي ناقصه الحركيه وهذا بدل انه عنده احتشاء بالقمه وما ظاهر على التخطيط الحاله المشهوره هي حاله يلي اعتلال العضله بالاميلويد او الداء النشواني هي اللي بيساوي شيء اسمه ابيكال سبيرين كل الجدر بتكون متناقص التقاصر فيها فقط الايبكس هي سليمه فلاحظوا الاحمر بالنص عند الايبكس وكل الجدر ضعيفه التقاصر هي اسمها ظاهره الشيري اون توب او كانه حطينا كرزه نحن فوق الكريمة فهي ظاهرة التشيري اون توب والمريض عنده المالتيبل مايلوما وهي الفحوصات الدم والبول في زيادة بالبروتين هي الايكو ملاحظين توسع الـ 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 الأزينة اليسرى سوء سماكة بجدر البطين الـ الـ الايسر لكن ما في تقاصر وهي السماكة ملاحظينها بالام مود فهي حالة الاميلويد هذا المريض حالة إضافية حبيت أعلمكم عليها عمره 79 سنة عنده آلام صدرية الإيكو ملاحظين وظيفة جيدة كمان ساوينا له الجي ال اس طلع ناقص كمان في سوء بالقمة بالقمة هون في نقص شديد بالجي ال اس ملاحظين الرقم خمسة وسبعة وتسعة فكمان الكورنري انجيوغرام تساوى طلع وطلع طبيعي فاضطرينا نركز على امور تانية وهون عطيناه الكونتراست وملاحظين بالكونتراست سواء بالايكو او الكونتراست بالمرنان انه في عنده نوع الابيكال هايبرتروفيك كارديومايوباسي اعتلال العضله القلبيه الضخامي المقتصر على القمه وملاحظين هي ما قدرنا نكتشفها الا فقط بالاعتماد على البول اي اللي شفناها بالجي ال اس فالجي ال اس حيكشف لنا حالات كثيره من حالات سوء وظيفه البطين الايسر بارتفاع التوتر الشرياني باعتلال العضله القلبيه الضخامي بال داء السكري عند المرضى يلي ساوي لهم زراعة قلب بيكشف الريجكشن بشكل مبكر عند مرضى يعم ياخدوا علاج كيمائي بيكشف السمية بشكل مبكر عند مرضى الصمامات فرجيتكم حالة عند مرضى القصور الكلوي الانتهائي فرجيتكم حاله الهف بي فرجيتكم حالي بس تحطوا كمان السيبسز انه الحالات السيبسز اللي فيها انتان شديد بياثر على وظيفه البطين الايسر المواد السميه اللي بتفرز وبنقدر نكشف بدايه تاثر البطين الايسر بالسترين والقائمه عم تطول وتطول وتتغير لكن نعتمد انه لا, لا نزال نعتمد نحن هذا على جهاز الكمبيوتر فنعرف شو الجهاز اللي عم نستخدمه شو الرينج اللي عم يقيسه في حالات اذا نحن ما حددنا له الرينج اذا مددنا المنطقه وشملنا جزء من الاذينه حتطلع ارقام السترين سيئه اذا بنحدد قديش السماكه يلي عم ناخذها من جدر البطين الايسر ومنها بنحصل على النتائج السترين ما بده نستخدم فيه كونتراست مثل ما حكينا السترين بيعتمد على اللودينج كونديشن اذا المريض ضغطه عالي حيكون السترين ناقص اذا المريض عنده قصور صمام تاجي او ابهري حيكون السترين زايد فنحط كل هالشغلات بذهننا قبل ما نحط الريبورت عن السترين وهيك بكون غطيت هالنقطة ونحط مرة تانية بذهننا إنه السترين عم يحدد لنا الأوتكم مو ضروري نقيس الإيجيكشن فراكشن نحط الإنذار للمريض سواء عنده آفة إكليلية أو آفة صمامية حننتقل لتقييم جدر البطين الأيسر بالاعتماد على المقاطع هي المقاطع آه آه كل آه آه بطين له مقطع بالاعتماد على الشريان اللي بي بي بيغذي شيء آه هذا بيتغذى بالامام النازل آه هذا آه 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 هذا السكتر بالامامي النازل الجدار الجانبي يتغزى آه بالمنعكس الابكس غالبا كمان بالامامي النازل فبالاعتماد هالشيء بنساوي كل سيجمنت قسمنا القلب ل 17 سيجمنت وكل سيجمنت بنعطيه علامه العلامه واحد اذا كانت طبيعيه اثنين اذا كان ناقص الحركيه ثلاثه إذا كانت منعدمة الحركية أربعة إذا كانت عم تتحرك بشكل ديسكنيتيك وخمسة أنيوريزمال فنجمعهم مع بعضهم ومنقسمهم على 17 فبيطلع عنا شيء اسمه الوول موشن ستروك اندكس وهذا الشيء بحدد لنا الانذار ونعود نفسنا دائما لما بنقرا الايكو نحاول نشوف كل مقطع من جدار البطين الايسر ونعطيها العلامات ونساوي بالريبورت تبعنا الشيء اللي اسمه الوول موشن ستروك اندكس خصوصي اذا عم نقيم مريض عنده ذا شرايين اكليليه مت... متعدد او عن ق... م... مريض قصور, بيو... آ... آ... قصور قلب او قصور وظيفه بطين الايسر النقطة الأخيرة اللي حنتقل هي تقييم حجم الأزينة اليسرى، حجم الأزينة اليسرى الأزينة بدنا نقيمها بقطرة لكن ما نعتمد على القطر يلي ب... فقط بال... بالباراسترنال لاحظوا هون ال... ال... الأزينة بتتطاول ف... آ... آ... ف الأزينة حيكون إلى قطر طويل وقطر قصير فمرة ثانية نحاول نلغي فكرة قطر الأزينة اليسرى وننتقل فقط لحجم الأزينة اليسرى حجم الأزينة اليسرى هو بيعطينا فكرة أكثر عن الأزينة وعن توسعة ما نعتمد على القطر وبتمنى بالريبورتات القادمة ما عاد حدا يبعث لنا القطر وطريقه قياس القطر نفس طريقه الديسك اللي حكيت لكم عنها طريقه سيمبسون بنقيس نساوي تريسنج للأزينة بالانقباض وبالانبساط وبتو فيوز سواء الفور شامبر او التو شامبر وبنحسب الفوليوم والكمبيوتر حيحسب لكم اياها هاي الطبيعي حط الطبيعي دائما انه بحدود على الاقل 35 مللتر وما في اختلاف كبير ما بين الرجال والنساء فهذا سهل الحفظ رغم تقدر تحطوا هالجدول بالغرفه عنكم، لكن شلون بدنا نحسب الحجم اتح... تحطوا بذهنكم انه محور الاذينه مختلف عن محور البطين، هي محور البطين وهي محور الاذينه، فلما بيكون عندنا منظر واضح للبطين ما حيكون هذا الاذينه الطبيعيه وحتكون اذينه متقاصره، فلازم نغير الشكل، هي لاحظوا بنغير المحور ليتقاصر البطين وتطلع الاذينه كبيره اكثر، لاحظوا هون لما حطينا على محور البطين طلعت الاذينه هال صغيرة بينما لما غيرنا طلعت الأزينة اختلف شكلها وهي تحطوها بذهنكم تحاولوا تلاحظوا أكبر قطر للأزينة لتقيسوا الحجم لاحظوا هون بين هالفوليوم طلع 34 يلي ضمن الطبيعي وهون طلع 38 ما بعرف ليش ما طلعت بالسلايد بس طلعت 38 طبعا الأزينة بتلاحظوا لثلاث مراحل من الوظيفه، اثناء الانقباض الاذينه فقط بتتلقى الدم من الاورده الرئويه فهي هون بهالمرحله بمرحله ريزرفوار ولها قدره انه تتوسع. المرحله الثانيه هي المرحله اثناء الانبساط بينفتح الصمام التاجي الدم بمر من الاذينه للبطين فهي بشكل هون عم تشتغل بشكل كوندويت او انبوب. المرحله بنهايه الانبساط لما بتنقبض وبتساوي اتريال كونتراكشن فهي مرحله اكتيفيشن فهون بنقدر نساوي كمان سترين للاذينه لاحظوا مثل ما حكينا الفوليوم الاذينه بالانقباض بيزيد بالانبساط بينقص وبعدين بيرد بينقص بعد انقباض الاذينه فالتقاصر عفوا التقاصر او السترين حيزيد يختلف فبالبدايه ما في عنا تقاصر أثناء الانقباض لأن الأزينة عم تتوسع وتستقبل الدم فبيصير سترين إيجابي عم يزيد شكل الأزينة وتتوسع بالمرحلة الكوندويت تصغر الأزينة وبيصير تقاصر وبالانقباض بيصير تقاصر أكثر فنحفظ هالثلاث مراحل من وظيفة الأزينة الريزرفوار الكوندويت والكونتراكشن وهون اذا بنركز على هذا الكيرف ملاحظين هون بالكيرف انه في عندنا اختلاف بالحجم بس كله ايجابي وهون كل ما زاد السترين طبعا عم السترين بيتراجع السترين يعني الاذينه غير قادره على التوسع فحيسوء إنزال المريض سواء كان عنده هف بيف او هفرف لاحظوا هالكيرف هون السترين الريزرفوار بمرحلة الريزرفوار كان فوق 30 فالإنزار أحسن لما نزل السترين تحت 30 يعني الأزينة ما عم تقدر تتوسع فصار إنزار المريض أسوأ سواء بالهيف بيف أو بالهيف ريف لذلك حطيت لكم هالشيء إنه رغم إنه الـ إي سترين أو السترين بالأزينة هو أحسن شيء ليحدد الإنزار قبل ظهور الامور الثانيه لسوء الوظيفه الانبساطيه يلي حيحكي عنا الدكتور سهيل الاسبوع القادم ان شاء الله خلصنا الأزينة فقط سريعا الأزينة اليمنى الأزينة اليمنى نفس الشيء ما لنا غير منظر واحد بالفورد شامبر نقيس قطرة و وحجمة وهذا بيختلف شوي بس نحط الرقم أنه عند الرجال بحدود الأربعين عند النساء تحت ال... ال 35 بالاعتماد على مساحه الجسم البطين الايسر ما الايمن ما رح نذكره لانه ببحث توتر رئوي حنحكي عن وظيفه البطين الايمن قياس الايورتيك روت او الجزر الابهر هذا في عنا عده قياسات لازم نتعلمها في عنا القياسات على مستوى حلقة الصمام وفي عنا قياسات على مستوى الساينس اوف فال في عندنا القياسات على مستوى الساينس توبيولر جونكشن الاتصال ما بين جيب فال سالفا والابهر، وفي عندنا القطر على مستوى الجزء الاول من الابهر الصاعد، هدول قياسات مختلفة وبيختلف حسب الشكل وحسب العمر وهي ضرورية خصوصي بهالمرحلة اللي صار تبديل الصمام الابهري عن طريق القسطرة هو الطريقة الأمثل فلازم نحفظ هالقياسات لنحدد قياس الصمام المناسب للمريض وهي لاحظوا مع تقدم العمر آه بي بيزداد الـ قطر الـ 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 الابهر فنحطه بذهننا انه الشخص عمره فوق ال سنه مختلف عن الشخص اللي عمره بين 20 و30 سنه او عند الاطفال فهي آه ملخص السمري كوانتيفيكيشن يلي تقييم كل آه وظائف البطين الايسر آه ال آه انا برايي هذا كافي وكافي لكم كان آه ملح آه طلع على الامور الثانيه وهيك بكون وقفنا وغطيت كل النقاط اللي انا بدي اياها في نقاط اضافيه بس انا برايي ما لح نستخدمها فبتمنى يكون غطيت هالشيء واذا في شيء اي سؤال انا جاهز انا بعرف كثير طولت عليكم وعطيتكم معلومات كثيره لكن هي ضروريه لنساوي تطور تطور ببلدنا او عن اجراء الايكو وعطي ونعطي تقرير للايكو واضح كافي وافي يحدد انذار المريض ويحدد للطبيب القلبيه او الطبيب الداخليه اللي حولنا المريض شو النقاط اللي بدنا نركزها لنساعد المريض بالعلاج وتحديد الانذار خلص حوقف واذا في شيء اي سؤال انا جاهز إذن، نحن حنوقف، شكراً جزيلاً.